وكذا، ولكن كاين يعني عرسان اليوم راهم حاضرين معنا في هذا المباشر، حبوا يحتفلوا ولكن غير مع العائله ديالهم كما كنا نوصوكم دائما. انا نقول لكم مبروك عليكم. الله يخليك. صح، بالبركة عليهم. أهم حاجة نهنوكم على العرس تاعكم ونهنوكم على أنكم احترمتوا إجراءات الحجر الصحي بيان سيغ. يعطيكم الصحة والعقوبة إن شاء الله للدرية الصالحة. احنا مشاهدينا نقول لكم برنامج سامر تايم راهو بدا، بقاو معنا فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا. أعطونا تولويلة هذيك. برافو، يعطيك الصحة. يعني وكذلك دي جي عبدو اللي كان دخلنا بالزرنا، الله يبارك، دائما حاضرين معنا ودايرين لنا لومبيونس. انتوما اللي التحقتوا بقناة شروق، الان نقول لكم انه برنامج سامر تايم راح يرافقكم الى غاية الساعة السادسة العشية ان شاء الله. راح تكون الجوائز، الناس اللي وعدناهم كنا البارح قلنا لكم انه ما راحش نديروا القرعة، اسمعكم راح تدخل طاقم الاعداد وكان صوف كاردا كامل لي نون ديالكم، وراح نزيدوا عليها نضيفوا المتصلين لنهار اليوم راح يربحوا معنا العديد من الجوائز، نظارات من عند ألم، كذلك عندك قسيمة شراء لديرماكول بقيمة 5000 دينار جزائري، عباءات من عند ساجدة. ساجدة كذلك راح يكون فيها التليفون من عند إيريس، ميكوات بخارية. وميكوات بخارية رياض، واش مازالوتان مازالت إقامة تعالى. إقامة في أوتيل أزول اللي راهو محتضن هذا البرنامج خلال هذا الصيف، وتان باك من عند سواليس. أنتم المشاهدين ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الظاهر اسفل الشاشه. واش مازالنا خوخيق نسينا، هو يقول لك محمد انه فيه اللي يكونوا يعني اللي كان عرسهم هاد اليامات راح يكون باك خاص بالعرسان الجداد، راح ياخذوا اقامه هنايا اليوم كامل مهدات من فندق الزول اللي راه محتضنا في هذا البلاطو اللي صامر تاعي. يلا الوغ مشاهدينا، الناس كامل اللي راهي تشوف فينا الان، انا كيما دائما مالف نبازلكم ماذا بيا كامل راكم تشوفوا فينا، تدخلوا للاباج تاعنا سيغ فيسبوك اللي هي الشروق تي في اللي فيها البلو مارك، ما عليكم الا انكم تبارطاجيو اللايف تاعنا. اللايف تاعنا ماذا بينا توصلوه الى اكبر عدد من المتابعين، باسكو مام لي زانترنوت اللي راهم يشوفوا فينا عبر الفيسبوك تقدروا تربحوا معنا هديه من احدى الهدايا اللي راهم حاضرين معنا النهار اليوم. ياسمين نرحبوا بالشيف حسين. يلا شيف حسين بخير عليكم، مرحبا بك مره اخرى. انا تولت البارح البارح كنا زهونا البارح زينا، اليوم ثاني راني نشوف طابله راهي ان شاء الله. ان شاء الله نعم. واش عندنا اليوم؟ اليوم عندنا سجور سكري صالي، يعني حلو مالح، مالح معروف اللي نقدروا نتناولوه في الغداء ولا في العشاء، والحلو هذا مع الوقت هذا في المساء يعني كل حاجه حلوه مليحه. وعندنا عصير. شنو هو السكري تاعك وشنو هو السكري؟ عندي لي باركات اليوم، لي باركات بارسي بلي فروي. وعندي لي كريم هنا، عندي شوكولا، وعندي هذا كريم تاع الريزا يعني تاع العنب، خدمته بالعنب. وعندي كريم هنا، كريم فلاش واسمه طلعتها بال هذه سكري يعني مددتها بالسكر. وعندي شوكولا، وعندي لي فروي هنايا، لي فروي يعني فاري هذو راح ناخذ. وعندي لوز هنايا، لوز مرحي اللي راح ديكور وي هذيك اللمسه الاخيره. نعم كيما والصالي راح نديروه هنا بلو بان دي فيس، لو بان دي فيس باسكو حنا نعرفوه نقدروا ما نحضروه في البيت يعني ساهل. واش راح نديروا به اليوم ك يعني مملحات يعني نحطوهم ثاني في العشيه، نقدروا كيما نقولوا انغوتي يعني في العشيه هكذا ناكلوه. حجم ليها وي العنب دوك راه وقته، تسمى نقدروا يعني فرصه باش نحضروا به كيما نقولوا لي طارت ولا نديروا بها لي جو ولا حاجه. انا نفضل ديما نديروا جو باسكو راح ندير لي طارت هادو لي باركيت بلي فروي، قلت هما نديروا يعني شي. انت درت هذا بلو با اي بي سي، واش كاين ثاني مشروب؟ مشروب عندنا عنب يعني لي غيزا معروف.
وقته دوكا وين. وعندنا بزاف يعني انواع تاع العنب. نعم نخليك شويه بعد نجي نشوف واش صاير. مرحبا رياض، لازم ما ينوضش باطل، هو كلش خالص كلش ماركي. يلا عندنا اتصالات. قبل اتصال حاب نقول ميرسي للناس اللي يشوفوا فينا باسكو غير دخلنا رانا 1322 1500 ماذا بينا تزيدوا تبارطاجيو اللايف. سهله جدا كيفاش تبارطاجيو، دخلوا لاباج تاعنا سيغ فيسبوك كيما راكم تشوفوا ما بانش الكاميرا. ايوه نورمالمون اي تبان مع التحت كامل مكتوبه مكتوبه بارطاجي، اكليكي سيغ بارطاجي هكا باش كامل لي زامي تاعكم يشوفوكم واش راكم تشوفوا. والصفحه تاع البرنامج كذلك وقناه الشروق راهي اسفل الشاشه. يلا راهو المكالمه اول اتصال. الو الو، ناس بليده مدينة الورود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الحمد لله. نادية. نادية من البليدة هكذا. منال. منال من البليدة عفوا. منال وش راه من ناس بليدة؟ ولا لا باش نكذا. راكم مطبقين الحجر في وقته، لي بافات، كلش يا أخي. إيه. الحمد لله هذاك هو الصح. منال. نكمل إجراءات الوقائية. هاي تخي بيان، حاجة مليحة. منال حنا حابين نعرفوا اليوم سبيسيالمون شحال يقضي المواطن الجزائري من وقت قدام التليفون ولا بوغ بيان بريسيزيمون في لي ريزو سوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي. منال شوية يوميا. شحال؟ حوالي 6 سوايع يوميا. 6 سوايع يوميا. 6 سوايع يوميا. يعني كي تقضي نص وقتك اللي تكوني فيه فاطمه اللي هو 12 ساعه تقريبا. لازم يكرموها هذه، لازم فيسبوك يكرمها. الدرع الدرع الذهبي. صعب صعب. واش ديري في الست سوايع هذوك احكي لي. دقيقه دقيقه، رانا 2160 رانا 2160 في اللايف، راكم عاجبيننا. بارطاجي وزيد. منال في الـ في الـ في الست سوايع هذوما واش ديري كامل في بالتليفون؟ الو منال. منال كي تسمعي فينا. منال ما تسمعيناش من لا تيلي، سمعينا من التليفون ديريكتومون. انا لاقيكم تليفون. يلا منال قولي لي الوقت هادو 6 سوايع اللي تضلي في لي ريزو سوسيو كثر وين؟ فيسبوك ولا انستغرام ولا يوتيوب ولا سناب شات ولا ماي فيسبوك وانستغرام. فيسبوك وانستغرام مكتوب على الاثنين. حنا حابينك تربحي معنا اليوم في المسابقه يا منال. دوك نشوف لك السؤال سهل جدا. ولا بد. اوكي، من هو صاحب اغنيه يا بنيه الارجون؟ كمليها ردي عليا. ماشي لاكام تاعي. بالونس بوزي عادي. يا بنيه الارجون الناس كاع يعرفوها. ما تخلينيش نصوتي منا. ياسمين جاب لها ربيع. نمشي على خطى محمد خوخي. رانا 2800 على المباشر. شكون اللي لازم تغنيها لها باش تعرفها. غني نتايا. يا بنية الأرجون رد عليا. عبد الله المناعي. يا ايوه عطينا التصفيقة عبدو عليها. يعطيك الصحة، شكرا على المشاركة وإن شاء الله راح يدخل اسمك في القرعة، ربما يكون من نصيبك جائزة من الجوائز المهدى لأنه كثيرة. ورانا 3000 متابع على الفيسبوك، زيدوا بارطاجيو زيدوا بارطاجيو زيدوا بارطاجيو وراكم عاجبيننا رانا. صح رياض لازم نقراو شوية رسائل من عند الناس اللي راهي سمية سمسومة تقول لكم منورين تحياتي لكم نعيم تموشن نهدي تحياتي لماما وبابا والعائلتي كاع. محمد ريتاج تقول البارح كي حكمتكم في التليفون درتوا اشهار بالسيف باش حكمت في التالي ما رديتوش. خلاص معليش عاودي عيط لنا اليوم، انا هنا غير باش نجوزوا لكم كل اتصالاتكم. اسلام بانا ويقول تحياتنا ليكم من عين لا ماشي من عين تموشن هذه من خنشله. قالت لك قراوا الميساج ديالي. اسلام بانا انا قرينا الميساج ديالك. يلا اكرام بي جي تي راه تقول اجمل ثنائي واحلى حصه واروع قناه، نحب ياسمين ورياض متابعتكم الوفيه. صدقوني نقضي الوقت كامل وانا نتبع في ياسمين ورياض في الانستغرام. ميرسي شكرا حشمتنا. شفتوا كيف زيدي واحد ياسمين. يلا ماريا قالت لك اتمنى الشفاء لامي العزيزه جميله فرحاتي. احنا ندعو لها بالشفاء العاجل ان شاء الله توليكم ان شاء الله ما يكونش عندها كورونا ان شاء الله. ورانا 3400 متابع على الفيسبوك. عندنا رياض دوري طار عندك انا 300 معليش عندنا فاصل اشهاري. بقاو معنا بالك وتروحوا مشاهد. وش فاصل وانا عاود بقاو معنا. يلا عودة لكم مشاهدينا بعد هذا الفصل والناس اللي راهي على الفيسبوك.
ماكمش عاجبيني نغسلوا لانه خدينا فاصل قصير وعودنا ارجعنا اتصالكم رانا نستناو فيها. فقط نعود نذكروا بالارقام 07 70 30 08 36 09 وعندنا اون ديريكت مكالمه مش الو 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 مساء الخير. الو مساء الخير ياسمين. مساء النور حبيبتي واش راكي؟ ياكي دايره مليحه والله غير لاباس الحمد لله. وناس وانت يا وناس شلاف الحمد لله راكم كاع ملاح. كي راك خويا ريام؟ والله غير الحمد لله. انت بخير؟ لاباس الحمد لله. راكم ملاح؟ منين اكزاكتومون من شلاف انت يا خيره؟ بلديه اولاد بن عبد القادر. خيار الناس خيار الناس. الله يبارك الله يسلمك. احكي لي بصراحه شحال تقعدي قدام التليفون في النهار؟ شحال من الوقت؟ اخويا ما نكذبش عليك انا ما عنديش فيسبوك. ايه واش ديري المسلسلات وغير برك؟ قاعده مسلسلات كيما راك تقول الكوزينه هذا ما كان. صح خير. قولي لي معليش ما تشديش تليفون بوغ لي ريزو سوسيو بصح تهضري في التليفون مع خواتاتك مع الفاميليا عشان تقعدي بالسوايع. ما كذبتش عليك بهذا هل تهضري ابو بخي؟ تاكتيفي الباطل وتقلع باين الفيلم. قولي لي شحال تشدي؟ ما نعتيفيش بزاف شهر مره. قولي لي شحال شحال تقعدي تهضري مع باي زوم اختك ولا وحده من فاميلي؟ ما تهضر حتى تكوفا. عجبتني حتى تكوفا. برافو عليك. يلا نشوفوا لها سؤال. سيدتي كريمه راح نطرحوا لك سؤال. انا عيطت كي نعيط نبرد قلبي. هيا بيا بردي قلبك يا اخي. الو الو خيره بردتي قلبك خلاص صاي صاي. وحنا ماذا بينا ما تروحيش يديك فارغين راح نسالوك سؤال ان شاء الله يكون الاجابه صحيحه لانه راح نعاونوكم. انا نحوس على سؤال سهل نعاونك فيه ما باليش اذا سهل بالنسبه لك. تعرفي مسي لا لا هذا سهل هذا سهل رياض. هذا سهل. ما هو الاسم الذي يطلق على ولايه البليده؟ وش يقولها بليده ل الو واش هو الاسم اللي نعيطوا لولايه البليده به؟ واش هو الاسم تاعها؟ الو مدينه الو هي تربح في الوقت هذه باينه. تبعي معايا خيره كي تسمعي يا خيره. يا خيره هاكي معانا خيره. الو الو خيره. خيره اني زعفت. مدينه الورود. ديتي الوقت. الو والله خليك تسمعي فيكم مدينة الورود. الله يبارك. بصح خيرك كنتي تسمعي فينا. الو مدينة الورود. ايوا ان شاء الله اسمك يكون معنا من بين الفايزين. مازال تقولنا الو. خيره راكي تسمعي فينا من لا تيلي ولا من التليفون؟ الو خيره. لا لا خيره لا. الو خيره يعطيك الصحة شكرا لك. خيره ان شاء الله اسمك يكون معنا في مع قائمه الفايزين في السحب ان شاء الله. نعاود نذكروا الناس اللي راهي على الفيسبوك بارتاج 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 لاباج والسؤال راهو عفوا والاهداءاتكم وكامل الناس اللي راهي تتابع فينا. راكم نقصتوا شويه راكم 3000. اوكي زيدوا زيدوا بارتاجيونا زيدوا. احنا على بالي باش يبارتاجيو واش لازم ياسمين. يا ناس اللي راكم تشاركوا معنا في لي ريزو سوسيو بليتو في الفيسبوك النص الساعة الأخرى هي اللي منها لو راح يكون الفائز. ثم ابقوا كومونتي وابقوا بارتاجيو باش انتم ولا صحابكم. راني نجاوبوا على الأسئلة. والله السؤال تاعكم مش هذايا. السؤال تاعكم مش سؤال واحد آخر. ما لقعدوا معنا. غاستي برونشي. يلا. يلا رياض. واش عندنا مكالمة واحدة أخرى؟ يلا مكالمة. قراو شوية الكومونتير. يلا. يا والدة. يا تخبي أن وجه تحية لوالدة محمد سيدة وردة اللي راهي تشوف فينا. سيدة وردة بكر بوعاد اللي تشوف فينا نوجه تحية ليها ولكل ناس عندنا. بون نقولوا لها واش نقولوا لها؟ نحبوها بزاف باسكو هي امنا ثاني كما هي يمات محمد. هما عندهم ماكله بنينه بزاف تاع عنابه. كون تعرضنا وكون تعرضينا ما قالولكش لا لا. شكرا لك. يلا على عجاله نروحوا لمواقع التواصل الاجتماعي. هنا انا تقول السلام عليكم واش راكم؟ هذه تحياتي لعائله بورقيبه ولايه كيكدا. الله يبارك راكم منورين. شكرا لك. شيما جوجو راهي تقول الله يبارك ياسمين ورياض ربي يحفظكم.
كذلك ماريا ماري تقول قاعدة تهبل سخفتونا بصحتكم، حنا سخانة راهي تقتل في قسنطينة، حنا راهو شوية الريحة هنا مي كاين السخانة شوية، رانا نحاولوا أنه نبعثوا لكم نسمة تاع الصيف ولا بلاجي فارغة راكم تشوفوا. صح صح بيان سور. ونهاية دنينا راهي تقول تحياتي لأمي فتحة جماح وابني أمير بحبكم بزاف. واحد قال لك كريمة قالت لك سلام أخ رياض راك في القمة. ربي يخليكم ونروحوا كما يقول لك نحلف نحلف ونصيب روحي في الشلف. وروحوا يلا روحوا. الو الو مساء الخير. ثاني مكالمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلين. الو زهرة مشلف. زهرة مساء الخير. الو مساء النور الأخ رياض. هاكي معنا واش راكي بخير؟ لا بأس والله غاية الحمد لله شوفوكم لاح. والله الحمد لله. منين بالضبط مشلف زهرة؟ من بلدية ورسلي. خيار الناس. الله يبارك. الله يسلمك. زهرة. الله يباركي. الله يبارك. قولي لي زهرة شو في عمرك؟ في عمري 33 عام. الله يبارك ما شاء الله. هي شوية صعيبة السؤال على المرأة أنه تقول السن تاعها ولكن معليش. يلا قولي لي زهرة. كي ما يشوفوهاش عادي كي تكون هكا. كي يكون في الهاتف معليش. قولي لي زهرة وشحال تقضي من وقت في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تقريبا ما نحطش التليفون خلاص. تقريبا وشنو؟ شحال؟ شحال تقضي وقت؟ حوالي اليوم كامل وزيد تنقل الحرمة يعني هذه تتحدى. يا زهرة قولي لي وش من الحاجة اللي تحبيها لي بلاتفورم اللي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ولا نديرو سونداج يا ربي. عندي فيسبوك لابلي تاع فيسبوك ونتفرج اللايف تاعكم ديما. شوفي اللايف برافو عليك. هي ما فيها والو كان تكليكي سيغ بارتاجي دوكا هكا على يدك. بارطاجي ان شاء الله مازال ما طلعش اللايف عندي. اي اوكي تري بيان. شوفي معانا شوفي معانا نعطولك سؤال ياسمين تعطيلها عطيلها سؤال سؤال سهل صعب لك تعطيني الاجابه اللي لا بليبار دو طون كاع الناس يغلطوا فيها. وشنو هي عاصمه جمهوريه تركيا؟ ما تروحيليش لهذيك اللي يعرفوها بس ماشي هذيك هذيك العاصمه. قولي لها ديريكت ما تقوليناش اسطنبول. ما تقوليناش اسطنبول عاصمه تركيا. عاصمه تركيا مدينه واحده اخرى معروفه تبدا بالالف. ان 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 ا الوي الوي. انت ثاني من جماعه تشلف كاع هكا يربحوا الوقت يربحوا الوقت. ان قا ان قا اعطيني مدن في في تركيا. ان قا حاولي 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 ورده حاولي سهله سهله. انقى لا غير اني مكتفكه كي تبعي معايا تبعي معايا تبعي معايا. عندك انقى اسمي باش يبدا الحرف. ايوه انقاره يعطيك الصحه. برافو عليك شكرا لك ورده على الاتصال. ان شاء الله اسمك يكون من الفائزات ولا الفائزين النهار اليوم بالاضافه الى اللي كانوا اتصلوا بنا البارح راح يدخل اسمهم في قائمه الفرد. نعود نذكركم فقط بالجوائز انه راح يكون فيه هاتف نقال الفا بلس وكذلك مكواه بخاريه مهداه من عند ايريس. كذلك راح يكون فيه قسيمه شراء بقيمه 5000 دينار جزائري مهداه من عند ديرما كول باكس واليس وكذلك عباءه ساجده. واش مازال مازالت لنا اقامه مازال كذلك النظاره تاع اللام راح يكونوا من نصيب تاع الفيسبوك وواحد من القرى. ايوه واقامه لشخصين في فندق ازول اللي راهو محتضن في هاد الايام. وفي ازول كما قلنا لكم قبل قليل راهو داير ان باك سبيسيال للعرسان باش يجوا لهنا يجوزوا يامات اونفان يامات شابين. ما راناش في شهر العسل في وقت شهر العسل ولكن كيكون يوم العسل سي ديجا بوكو. اروحوا الى التعليقات ياسمين. اليوم اعطيناكم حصه الاسد لانه البارح ما كانش عندنا وقت بزاف باش نقراو رسائلكم. راح نحاولوا انه ناخذوا اكبر كم رغم الناس راهي تجاوب انقره انقره. فكركم انه ماشي هذا هو سؤالكم. دوا تراري راهي تقول سلام الاخ رياض والاخت ياسمين سلام ليك. ميليسا ميليسا سيدهومي راهي تقول جو فو ميرسي جو سالو ما في ليسيا سيدهومي اي مون شير ماري اي توت ما فامي فو زيت بو انقره لا كابيتال. بصح هذا سؤال ماشي ليكم. هذا ماشي ليكم. زوزو اسلام انا زينب المعسكر تحياتي لزوجي عصام الوالده تاعي وولادي عبد الرحيم وامير ربي يحفظهم ليا. ياسمين حابين احنا والناس كامله يشوفوا فينا نطلبوا الشفاء العاجل للوالده الكريمه لزميلنا انيس رحاب اللي راهو معنا والوالده تاعو راهي تشوف فينا نطلبوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. تحياتنا لها وربي يعطيها كما قال لك صحيح حتى ويخليها في وسط ولادها ان شاء الله.
هاي تاع الحراش يا اسمي ما روح الحراش هاي ديستي نصنع حراش ايوه الو الو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور صافا واش راكي سيداتي والله لاباس الحمد لله فقط عاودوا ذكروني بالاسم لاباس الحمد لله ذكروني بالاسم تفضل اخري يا دراح والله الحمد لله وانت بخير والله لاباس الحمد لله فاطمة منين بالضبط من الحراش من باب جراح بالبجارة بالبجارة شوفوا مع محمد محمد هذه بتحومتك ولا لا لا يا محمد انا شغل وين بتحومتك خطراوين تعرفي محمد لا لا ما تعرفيش قالك لي ما لا بتحومتي انتي يلا فاطمة قولي لي انتي من عشاق مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا لا والله لا علاقة مع الرتيلي انا لا علاقة انتي تلفاز لا علاقة غير انا نعيط برك انت تعيطي هذو صحاب اللي يعيطوا واعرين على بالك يجوزوا الوقت كثار في التليفون ياسمين خير لها سؤال سهل خير لها يلا راح نختار لك سؤال ان شاء الله يكون نعم حبيت نسقسيك تفضلي هذاك في التليفون تاعك لافوطو هذاك ديالك اللي راهو من لاريان هذا هو انا الله يبارك وهذه انا يبارك فيك وهذه انا هاي في الحصة البارح كنت في كاع سميرة كنت هايل متابعة وفية ربي يخليك متابعة وفية لنا وهذه شهادة نعتز بها حابة تشاركي معنا في المسابقة ياك تشاركي معنا معليش عطيه لي بصح ساهل وعاوني يلا راح نختار لك سؤال سهل رايحة لهذا هذاك سؤال جواب معليش عطيه سؤال جواب وقتاش كانت في أي سنة كانت مجازر 8 ماي؟ أوه 1900 ما بين 46 و 44 شحال؟ اجري اجري بين 46 و 44 45 45 وراكي فايزه معنا قولي لي باك 45 45 يعطيك الصحة شكرا لك ان شاء الله اسمك يدخل معنا في السحب مشاهدينا انتم ابقوا معنا فاصل اشهاري قصير وبعده نعاودوا نرجعوا لكم ما تروحوش بعد بعد هذا الفاصل الاشاري نعود نقولوا مواقع التواصل الاجتماعي الناس غير نخفلوا عليكم شويه تهبطوا انا معاكم عاودوا 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 كاع الله غالب يلا الناس اللي راهي على الفيسبوك نعود نقول لكم انه بارطاج 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 على صفحه الفيسبوك وهذا الديراكت يلا عندنا من نصيحه للناس لما يشوفوا فينا حطوا تليفونكم يتشارجا باسكو يقولوا لي بلي لو كان نبقاو نتفرجوكم يديشارج حطوه في الشارجور وشوفونا خاوتي يلا وبارطاجيو راح نروحوا للاهداءات اخرى عفوا الى عبد القادر اياد يقول تحياتي لكم من قصر الشلاله ولايه تيار تحياتنا لكامل الجزائريين في الله جميل ويحب الجمال ويقول باركولي لولد اختي لقمان على البي ام الف مبروك زهره الفلي تقول تحياتي الخالصه لكم ليندا من تيزي وزو سهيله بس تقول مساء الخير من تلمسان كاع راهم يريبوندي وكاع ريان ويقول ولا راهي تقول سلام ياسمين ورياض ان شاء الله تكونوا بيان راكم منورين ربي يحفظكم ريان من شلغوم عيد نحبكم بزاف تعيشوا قراوا الميساج تاعي ورانا قرينا ميساجك ونروحوا الى اتصال اخر اتصال هاتفي يلا نور اعطينا اتصال اذا كاين الو الو مساء الخير الو ناس العاصمه الله ناس الساد العزاز الو مساء الخير مساء الخير اجمل ثنائي في الاعلام حشمتينا حشمتينا خلاص لو كان ما كيش معنا نبعثوا لك كاس تاع لاتاي ونقول لك بلي سيدتي راني بالحمى صدقيني راني بالحمى بدون مجامله ما شاء الله عليكم راني بالحمى دعوا لي نبا هاي تشكي راني بالحمى قلت له رياض ما قدرتش خلاص منين معنا منين بالضبط من الجزائر العاصمه اختي؟ من الجزائر العاصمة من الشراقة راكي بنت حومتي منين الشارقة احكي لنا سؤالنا اليوم انا حابين نعرفوا اللي عيطوا لنا شحال يقعدوا قدام لي ريزو سوسيو بيناتنا شحال كي تفوتي تحكمي التليفون شحال تريحي؟ انا ولا نقعد دور انا صوني بزاف بس نحب نشوف رياض بن عمر بزاف الله يخليك ما تدقلكش يا سبي لا لا صراحه يحبوني عندي انتقاد وعندي امنيه يعني يلا تفضلي احنا نحبوا الناس اللي تنتقد تفضلي والله صراحه عندي انتقاد رياض بن عمر ما ادري انا من المتابعين ديالو خذي راحتك اختي والله حبذا لو يكون يعاود يرجع لنشره الاخبار اوه طالب بالزم واعر هذا
طالب صعب جدا ماليش حاول. زعما قولي لي مدام انت تشوفي رياض بن عمر على جال الاخبار ولا على جال لي زيميسيون؟ والله ما قبل كنت نشوفه في الاخبار يعني طريقه تقديم الاخبار. اها وعلى ما عجبكش البرامج؟ حبيتي يحبس لي زيميسيون يعني ويروح يروح الاخبار؟ وهذه من سبع المستحيلات انا نأكد. شو والله غير طلبك على عين وعلى راس ولكن قدمت الاخبار بما فيها الكفايه. 8 سنين نحترم المقدمه تاع الاخبار ونحترم الاخبار ولكن نرتاح اكثر شيء في البرامج. اختي الكريمه وشنو هي الامنيه؟ تفضلي. الامنيه تاعي يغني لي رياض ان شاء الله كي تخلص الحلقه ان شاء الله راح نغني لك. ها شفتي حبيتي بعيدا عن السياسه تحوسي عليه يولي الاخبار في ثاني. انا اللي رايح مازال ما عرفتنيش. قالت لك مازال ما عرفتنيش. ما عرفت شكون؟ والله ما عرفت. مازال ما عرفتش رياض. من هي مات بعيدا عن السياسه وهلا عيساني راحي وهلا عيساني راحي. هلا عيساني فكرني. هلا عيساني اللي كانت تخدم معنا في بعيدا عن السياسه تقدم الفقره تاعنا. هلا كديري لي في المشاكل حرام عليك. هلا 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 يسعد لك يسعد لك. ها صبحي تاعنا صبحي تاع الشروق. هلا والله غير توحشناك وتوحشنا اطلالتك في بعيدا عن السياسه. الله يسلمك كل غربي التوفيق كل غربكم والسنة كي خلاص البروغرام راح نستلمك السنة. هلا يعطيك الصحة والله غير ربي يخليك وشكرا على هذه المفاجأة. ربي يخليكم إن شاء الله وراكم ما شاء الله عليكم لي نوبيونس بزاف يا الله يخليك. شكرا لك حبيبتي. الله يخليك إن شاء الله عليكم. يعطيك الصحة وشكرا على اتصالك. هلا يلا هلا صحفية في قناة الشروق اللي كانت اشتغلت مع رياض بزاف خاصة في برنامج في بولس صبحي. صبحي هاي تشوفينا نيليا نوجه لها تحية الفنانة نيليا اللي نقول لك نيليا حبيبتي ما من تي بارطاجي يلا اجري بارطاجي اللايف اجري اي شوفونا ملوك زاميتي راهو يقول تحية لمراسل ورمان وافنان وعبد الرحمن وهشام وعبد الرزاق وعبد الحق. اسلام ونونا راهو يقول ولا راهو يقول وين ما نحطوك ما نخافو عليك ربي يخليك. يلا رياض كاين عيد ميلاد للكونت اللي اسمه ابنتي غرة عيني قالت لك مساء الخير حنونتي راكم منورين الشاشه ممكن طلب عيد ميلاد بنتي بشرى اليوم ممكن تهدي لها على المباشر. حبيبتي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد كل سنه وانت بخير كل سنه وانت سالمه عقبال 100 سنه الصحه العافيه وطوله البال. محمد خليل ويقول عجبني المنظر وانتم زدتوا له بهاء وجمالا خموس عليكم خوتي ربي يخليك. المنظر راهو في شاطئ بالون بيتش شاطئ النخيل بالجزائر العاصمه وبالتحديد على التيغاس تاع فندق الزول بالون بيتش بزيغالدا تحديدا. يلا كنترول قولوا لنا اذا نروحوا. يلا رياض يرفع الان على ما سمعنا اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمه وضوحها على التلفزيون في قناه الشروق العامه وعلى الفيسبوك. يلا عاودنا رجعنا لكم بعثوا لنا تحياتكم كل شيء ما راحش تروحوا اكيد بيديكم فارغين لانه اصحاب الفيسبوك راح يكون لكم جائزه خاصه من عند لينات اللام راح تاخذوها بعد ما نطرح لكم السؤال في اخر البرنامج. اول مجيب راح تكون من نصيب رياض وحنا راح نستقبلوا اول ضيفه معنا اللي هي علاش صبرينا لوليس خوتها باسكو فكرتني قزات لي اسم في الدقائق الاخيره خربتي لورا. صبرينا مرحبا بكم وهلا ميرسي بوكو. مرحبا بك معنا صبرينا. انا حاب نسمعها قبل حابين نسمعها يلا قبل من تعريف قبل ما يعني نتعرفوا على الفنانه راح نسمعها قبل. تفضل اعطيني اشد عليك. الله يأتي لفرج في الأرض
حياتي الفرج في الآن والعبد من مولا الحزن والسلوان كلهم بإذن الله أصبر على المحان حتى يفرج صبرينا هذا انقلب يلا عطينها يا قلبي خليك انا هذا انقلب في طبع الرمل المايا طبع الرمل المايا ولا تخيك على صبرينا الكل راه يشاهد فيك على قناة الشروق سمع صوتك ما شاء الله خلط صوت كما نقولوا احنا دافئ تاع الاندلسي يعطيك شفتوا مشاهدينا الكرام كيف يبدا يحضر الاندلسي كيف تتاندلس هذه المدرسه الاندلسيه تحيه كاع الناس الاندلس صبرينا باش يجي يتعرف عليك مشاهدينا عطيهم كارت فيزيت ديالك كما يقول alors donc لونيس خوجا صابرينا j'ai 21 ans et je suis interprète de musique andalouse et musicienne donc ça fait 13 ans que je pratique donc la musique هذه donc depuis l'âge de 8 ans et puis voilà لحقنا لهنا للشروق تي في ايوا صابرينا حابين كاين بزاف ناس اللي حابين كما يقول لك يوصلوا من الطريق القصيره الوغ يختاروا نوع سهل جدا باش يوصل لقلوب الناس على بالنا بلي الاندلس كما يقول لك بالك النخبه برك اللي تسمعوا وصعيب باش يوصل الانسان به صعيب بزاف باسكو ماشي كامل الناس يسمعوه انت علاش اخترتيه ديريكتومون Alors, déjà juste pour clarifier certaines choses, il y a ça qui dit que la musique andalousie, la musique qui permet de l'écouter, ou il y a certains gens, il y a le fait que, en toute sincérité, c'est un grand public pour la musique andalousie, parce que c'est une musique qui est attachée à l'identité. C'est de la musique classique algérienne, donc quelle que soit la tranche d'âge qui écoute la musique andalousie, il aime, parce que c'est lui. Donc automatiquement, même il ne l'écoute pas tout le temps, mais il comprend. يحس بها دونك فوالا اي بي الطريق القصيره بون يا با دو طريق قصيره كل كسوا الفن سادير لي بدا مثلا نقولوا الراي ولا بدا افيك دي زيكزارسيس سادير بدا درجه بدرجه ما كاش لي الغيوسي غير من الطريق القصيره شاك بو ترافاي ميريت بوكو ترافاي اي دونك فوالا صبرينا قولي لي كاع اللي يغنوا اللي ادوا الاغنيه الاندلسيه كما كنتي قلتي عندك شويه انه عندك 13 سنه في هذا في الطابع الموسيقى كي تغنيه واش من المدرسه تجلسي عليها واش من الاله تعز فيها؟ الوغ الاج دو 8 ans بديت au conservatoire d'Alger تاع عبد رمضان افيك اون ماندولين كوم تو ديبيتون كيما كاع دونك هذيك il y a eu des difficultés كنت صغيره نقول لهم ما نقدرش ونبكي فوالا اي بي بلاقل بلاقل جي غرافي لي زيشلون تو دوسمون جي فيني 8 ans de conservatoire دخلت لي زاسوسياسيون جي في المزغنا دالجي مي جيتي ترو جون دونك جو بوفي با فريمون ما كانش عندي هذيك البلاصه تاعي تاع ما يعني تخرجي معاهم في لي كونسيرت فوالا اي بي كبرت شويه وزدت تعلمت اونكور اي بي دخلت لا بروميير اسوسياسيون اوفيسيال تاعي اللي هي لا كوردوبا دالجي سو لا باغيت دو شيخ نجيب كاتب نجيب كاتب تحياتنا لصديق عزيز عليا ونحبو دونك فوالا بديت عنده صافي 3 ans maintenant que je suis chez lui الحمد لله يا ربي صبرينا حاب نعرف حاجه بحكم انك انت خلينا نقولوا راكي في بداياتك كاين بزاف ناس حابين يبداو ما يعرفوش كيفاش يديروا اسكو كل واحد يحب يدير اندلس يقدر يكون يقدر يوصل ولا زعما شغل كيفاش حتى يخيروهم اسكو كاين قبول كامل الناس ولا كاين قبول في الجمعيات في الجمعيات هي دو بريفيرونس يقول لك تبدا صغير كيما نقولوا حنا فوالا نو 4 سي انكور جون انا جي كومونسي لاج دو 4 الله يبارك مالا شاطره في صغرك دونك نو سي نيمبورت كال ترانج داج يقدر يبدا اي بوي سوفي حط راسو كوم بور تو اسكو لازم تكون عنده موهبه ولا ياكسبتيوه مام اذا ما كانش عنده موهبه هما يزرعوا فيه هذيك هذيك الفن جو في فو ريبوندر يعني دان افي بيرسونيل انا زرعوا فيا الموهبه جو ماشي جو نيمي با جيتي جون و جول كنت نقول عند الاندلس سي با كول سي با اموزون وكي نقول الاندلس يقولوا لي سي لون سي اي بي بلاقل لي اون ديكوفر بلي سي بلوس هيستوريك كو ميوزيكال دونك يزرعوا فيك هذيك شغل يربوك عليها اي اوفيغ ا ميزيغ هي تربيه فنيه مي فوالا دونك
ميم اللي ما يسمعش يحب باسكو كيما قلت لك من قبل يعرفوا الاندلس كيما اللي غنيتو دوكا معروف يا قلبي خلي الحال قمطره دونك يقولوها نتعلم هادي سافون سافون حتى يلقى روحو قفل ديوان فوالا يلا تخبيا وهذا شيء ايجابي وحتى نعاود نزيد لها يعني على كلامها المدرسات الاندلسيه تشوف واحد الجانب فيك ايقاعي جانب لانه كاين ناس عندهم بروبليم في الغيت ما يقدرش يدخلوا الجمعيه ما يقدرش تكون فيك واحد تكون عندك لا باسيونس باسكو باش تواصل فيه حاجه صعيبه تما كاين ابجديات اللي لازم يلقاوها عند المقبل على هذا الفن وين حابه توصلي يعني في المستقبل juste représenter l'identité algérienne de par la musique, de par l'artistique. Moussika Hadi, c'est notre carte d'identité, ça fait partie de nous. Mm-hmm. Et puis c'est un honneur. Mm-hmm. C'est un honneur de Wahdi Addi Hagda, un texte, la belle qu'il a en tant que musicien, qu'il a été écrit peut-être il y a des centaines ou milliers d'années. Mm-hmm. Et puis Hadak l'Ada. يزرع فيك واحد الحب وطني كاريمون صبرينا قولي لي كاين بزاف نجمات ونجوم في الاغنيه الاندلسيه داروا اسمائهم في الجزائر وحتى في العالم وان كانت لهم رحلات وجولات كبيره في العالم وين يعني وراوا ليدونتيتي تاع الجزائر قولي لي صبرينا انت كي تشوفي مشوار كيما مشوارهم راح نسقسيك هذا السؤال الاول والثاني واش من الفنانه من الفنانات اللي تحبي تسمعيها في الاندلسي Alors oui, j'aimerais bien dire kima houma. J'aimerais bien t'la biya dans d'autres pays, n'arfouhom b'taqafa ta'na ou b'lmousika, les textes, même s'il faut les expliquer. Il n'y a pas de problème. Mais ce sont de beaux textes à faire partager. On doit partager une chose aussi belle et aussi riche surtout, parce que c'est très riche. Et puis... Oui. Et puis bon, yani le mouaddiyat li nsmahhom bzaf. Vraiment attroux liya ala la façon ala al ada ou ala peut-être même ala ala nesma alors mli kont sghira deja bahja rhal bahja rhal ana men bahja rhal kach li bda bla bahja rhal et puis mali kbert iman sahir hasna hani asma ala karim bouhazi voilà ايوه عموما احنا نشكروك ونقولوا لك نتمنوا لك التوفيق في مسيرتك وان شاء الله نشوفوك من المع النجمات هنا في ان شاء الله اكيد وسامر تايم كل برامج قناه الشروق تدعم المواهب مرحبا بكم الشروق تفتح بيبانا عندك صوت رائع يستاهل انه يجوز في القناه نحن شو رياض كيفاش راهو اكاختي اللي يبغى اهلا وسهلا بكم نحن رانا نقولها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من مباشر انا اللي حاب نروح لعنا بياسمين هاي يلا نروحوا في تويسا دي زاد وموراها جوست كاين فاصل اشهاري بالك وتزابي وسينو نزعفوا عليكم صلاة وفرة مرحبا بكم جديد مشاهداتنا ومشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم سامر تايم اللي ولفتوا اطلالته كل يوم على قناه شروق ابتداء من الرابعه حتى الستات على العشيه ما عدا يوم الجمعه ياسمين حاضره معنا ياسمين واحده اخرى اصبر 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 دقيقه اليوم السؤال اللي خيرناه لكم سؤال تفاعلي شحال تقضي من وقت في مواقع التواصل الاجتماعي انا نعاود نسالكم سؤال اصبر دقيقه اصبر غير بلاك نعاود نسالكم شحال تقضي من وقت في البروفيل تاع جاست ديزاد اليوم سؤالنا تفاعلي استوحيناه من ضيف فتنا اللي راهي حاضره معنا لانه ملي تنوضوا هي شوفوا مع من راني هلا راكم تعرفوها بهذ الزوج مصطلحات تاعها مرحبا بك ميرسي بوكو ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي رياض ميرسي ياسمين اي بي توحشناكم فريمون دوبي الكونفينمون اي تو ما تلاقيناش سا ما في فريمون بليزير اني معاكم اليوم الله يسلمك Normalement, ils aiment. La plupart, ils aiment. C'est les vrais abonnés. Ça se voit les j'aime et les commentaires. Les commentaires ou les j'aime, tu fais public. C'est des vrais abonnés. Non, je suis pas là. Non, je suis pas là. Là, là, où l'avez-vous vu? Ah, c'est pas grave. Après, ça va être جاس واش زادوا فيك هاد 1 مليون اي 200 ابوني 200000 ابوني فوالا فرانشمون سا ما في بليزير وزادوا فيا شغل سا في توجور بليزير دافار شغل سي كوم اون ارمي ديغيير موا سي ما دوزيام فامي نحبهم كي نكون ماشي مليحه نقصر معاهم كي نكون مليحه راني معاهم اي سون توجور لا بور موا بور مونكوراجي انا ما نقولهمش لا لا سي ما فامي شغل سي ميز امور دونك فوالا اي فريمون زادوا فيا غير في الحاجه المليحه في الايجابي تخي بيان يلا جاس نسقسيك انت تدخلي عندك كونت بروفيسيون
الانترنت تدخلي تشوفي لي ستاتستيك اللي فيه اسكو يتبعوك رجال اكثر ولا نساء اكثر؟ نساء، عندي 80% نساء و 20 هكاك رجال. مي بوكو بلوس لي فام كثر. مثلا فلونسي بزاف لي في بلوس كو لي غارسون. يلا ناخذوها بايجابيه. انا حاب نعرف حاجه، واش من حاجه اللي تشوفيها باللي على جالها يتبعوا جاس؟ Je trouve que parce qu'ils chauffonnent plus, je partage avec eux la vérité, les bons plans, tout ce qui est fashion, mode, je suis à jour surtout. Ok, les bons plans, je suis là pour eux et beaucoup plus je suis naturelle avec eux, à la tabiété, qui m'a fait ça, qui m'a fait les réseaux et c'est pour ça que je suis là. Les youtubeurs et les influenceurs, au contraire, c'est qu'ils sont là et font que les abonnés. C'est le خطأ الكبير اللي يديروا لي زانفلونسيرز وما لازمش يطيحوا فيه سورتو. سي كي تصنعوا ياسمين شتي بخارج شويه ياسمين بخارج شويه البذره البذره نو مي سي لا فيغيتي والله فوا اتخ ناتشورال معاهم وي كونترار فوا اتخ سوا ميم صح جاس هاد ال 1000 هاد ال 1 مليون 200000 ابوني لو كان يجوا لك ويقولوا لك نعطوا لك حاجه غاليه بزاف واعطيهم منا واش راح تكون هاد الحاجه؟ نو ما نمدهم لهمش على باسكو ما يتشراوش اصلا زعما باسكو هكا باسكو بزاف عزاز عليا جو بوغي با مون باسي باي حاجه في الدنيا صح يلا خلاص والفتهم سي با بوسيبل مون باسي اذا انت ما تسمحيش في هذا الجمهور اللي هو بين قوسين يعتبر حبينا ولا كرهنا جمهور خيالي انا فور مو ماشي خيالي انا فور مو نو جو تروف با بلي خيالي وعلاش باسكو كي نخرج برا باش تفهمي علاش قلت لك جمهور افتراضي لانه رانا نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفنانات بعض المدونات على اليوتيوب ولا الانستغرام فيسبوك انه لو كان يديروا كاش حاجه ما يجيهم حتى واحد فنانات اقصد يديروا كونسير يديروا نيمبورت كال حاجه تلقى عندها 3 مليون 4 مليون نهار اللي تفتح كونسير ولا تعيط لكاش حاجه تلقى زوج عباد يدوروا فيها بون سي با مون ترافاي لي كونسير مي باغ كونتر ديجا ان ميتاب وين جا بوكو دو موند يافي بلوس دو 5000 بيرسون سيتي اون بيسين درنا ميتاب انا يا نوتر انفلونسور يافي ان موند فو في لو ميتاب سينون كي نخرج برا نشوفهم يجوا لعندي عنقوني يسلموا عليا مالوغوزمون سمو افيك الكورونا سي با بوسيبل مي سينون دور دو كورونا كنا دائما نتلاقاو برا يجوا يسلموا عليا ويجوا عندي ثاني كلانستيتو تاعي دونك نشوفهم اون فغي على بالي بلي عندي جمهور حقيقي ماشي تاع تمثيل صح تفرحي كي يجوا بيان سيغ نفرح سان في تخوف ليزير نحبوك جاس نموتو عليك نتبعوك دائما جامي نعطي في ستوري سيرتو انا دائما نقول لهم نحبهم صح جاس الحب انا ديما نقدر جاس جامي حضرت انا انا بزاف حنينه دونك نورمال كي نشتغل لكم تخي بيان سا سوا ان توكا جاس يعني لاول مره تجوزي معنا انا جاس معايا ديجا في برنامج على الشروق اللي هو لا كازا دي لاهبال ما كانش يعني انترفيو معاك راح نعاودوا فيدباك للوراء جاس الناس اللي عرفتها وشافتها واكتشفتها في مواقع التواصل الاجتماعي مشاركتك في ميس أغاب وي اول ظهور لك كنتي مدونه من قبل ولكن ما كنتيش معروفه كان عندي باقي 100000 كالك ابوني ولكن الناس عرفتك في مشاركتك في ميساغاب ما عرفتني من قبل الناس او كونتخ انا اللي انا شغل ميساغاب سيتي لا بروميير فوا ان الجيري اي سيتي موا كي افي بوكو تبليسيتي بور ميساغاب كنت نقول لهم روحوا شوفوني روحوا شوفوا هاد كانت حاجه جديده ليهم انا ما بحكي على الدين لا لا دي كاع ما كاش منها او كونتخ وصرا في ميساغاب اون فيت سي كو قالوا لنا قبل المسابقه ما تهضروا ني على الدين ني على الكره ني كل حاجه شغل كل حاجه يعني كان مواضيع باجمال ما اللي عندهم ناس هم مختصين فيها باش يحكوا فيها الدين عندهم ناس مختصين يحكوا فيها ماشي مالك انا ما بحكي انا ما بحكي قالوا لنا بلك ما يفهموكمش المصريين اللي محاضرين ايسيي دو بارلي كوم سي كوم لي اون فيت لي شونتوز كي يروحوا لتما المشرق يسون اوبليجي دو بارلي وعلاش باسكو لي زوبليجي يقول لهم حنا ما نفهموش الجزائريه المشرق وكامل المصريين ما يفهموا والو الجزائريه حنا نفهموهم مي هما نو كي طرحوا لك سؤال واش قلتي؟ قلت لهم هاد الناس عندهم ناس مختصين يحكوا على هاد الشيء. لا لا هذيك انا ما اقرا قولي لا لا ما قلتها لك انا هذه درتها من عندك هذه قلت لك رياضه وخارج فيا اليوم قلت لك لا ما تهضري معايا ما تهضريش معايا قولي لي المشاركه ديالك هذه في ميساغاب كل واحد يعني في هاد الدنيا ما ضيعتيش وقتك انت باش ما نقولش اكسبيريونس اكسبيريونس يعني كل انسان كيروح يشارك في مسابقه ولا يروح يدخل انستيتيو يقرا فيه ولا اي حاجه يديرها في حياته عنده هدف ونتيجه يلحق لها انت واش كان الهدف ديالك كي شاركتي في ميساغاب واش النتيجه اللي خرجتي بها من ميساغاب لا فيريتي ما خرجت حتى نتيجه او كونترير شغل جو ريغريت با نو سيتي اون اكسبيريونس مي ان ما ريان ابري او كونترير شغل سا ما ريان ابري اي جو ريفري جامي سو جور دو
ce genre de compétition en Algérie. Ndemt chouia, oui, j'aurais pas dû faire parce que t'as le piège, t'as les questions, c'était vraiment préparé d'avance. Qu'il faut parler de la langue, Allah jamais fait mon âge, qui se ressouque à la dénue, se ressouque à la hadith, qu'il faut dire, c'est pas Hna les Azuna Hadro, et après, dernière minute, il se ressouque. Par exemple, le Jnat Tahkim, c'était pas prévu des Algériens, dernière minute, Hato Berk Wahda. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de choses. L'agence des aides, la youtubeuse la plus connue, Flavie. حاب نولي معاك للبداية. مجرد الفكرة بحد ذاتها أنك تشاركي في مسابقة تاع ملكة جمال العرب لازمك تكون عندك ثقة بالنفس أني أنا شابة قاعدة على العرب. لا لا جو سوي ديزولي ملكة الجمال ماشي غير على الزين، سي جمال أخلاق، جمال الثقافة بوكو بلوس. سيداتي سادتي الدبلوماسية تبدأ في هذه الأثناء. شحال كان في عمرك هذاك الوقت؟ جافي 24 الله يبارك. صح انت كي تشوفي فرحك في المرايه واش تقولي جاس؟ انا شابه تاع العرب. لا لا جامي نقولها، نخلي الجمهور هو اللي لا 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 دوني سؤال. كي تكون مرايه قدامك واش تخاطبيها؟ ما تقوليش انا نعم دبلوماسيه اتهضري ولا غير جامي نقول انا هي شابه واش تقولي لروحك في المرايه؟ بوغ ما لا بوتي شغل لو فيزيك ماشي هذاك هو الصح، صح واش كاين الداخل. فوالا صح جوهرها جاست دي زاد مليح صح نورمالمون وي. انت واش تقولي؟ انت اللي تعرفي المعلومه. اي اكدوا الناس اللي يعرفوني. يلا راح نشوفوا اذا كان يبعثونا على مواقع التواصل. الناس كامل اللي تشوف يلا قولوا لنا اذا جاس ديزاد صح انسانه مولفه تجاوب على لي كومونتير تاعكم ولا من الناس يلا طنشني. جاس ديزاد عندك لايك وديسلايك. يلا رياض ام يقولوا لنا انه في اتصال خلونا نستقبله. معلش نعاودوا نقولوا لهذا الو الو مساء الخير لاباس دي ماشي تمشي لي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سماح الو الو زيدوا لنا صوت في البلاطو لانه رياض ماهوش يسمع في الباستي. الو سماح مساء الخير. مساء النور ان شاء الله مبروك ومرح. لاباس الحمد لله. سعيد جاس اي تهضر معاك. صافا الحمد لله ما شيري وانت يا صافا. الحمد لله انا بحر بزاف. هاي لا كاميرا تاعك. ميرسي بوكو. يعيشك مابل يعيشك. تحبيني ولا ما تحبينيش قولي الصح. نحبك ولا نموت عليك يا عمري. ميرسي ميرسي بوكو ربي يعيشك ان شاء الله ربي يخليكم ليا سورتو. سكارا في رياض وغير رياض. سكارا في رياض وين بيان سور كنت نتبع شويه رياض بزاف كل شويه صح دوكا وليتي تتبعيني اكثر يا اخي. ايوا هنداك سابقاتو. ميرسي ميرسي اختي الكريمة من فضلك جاس دي زاد. جاس دي زاد عندها زوج كلمات معروفة بهم وشنو هما؟ شوفوا مع مراني ولي بلان تاعها كي تلقى كاش عبسة شابات توجور تقول لي فان تاعها شوفوا شنو لقيت هذه مليحة هذا البوتيك مليح هذا. وحاجة واحدة أخرى هذيك تاعها وشنو هي؟ هلا هلو ديزا لانيفرسار تاعك ما عندهاش بزاف نقول لك بون انيفرسار. يلا هذه متابعة وفية. هذه متابعة وفية ونقول لك نحبك بزاف وغاس برونشي معانا ان شاء الله. ميرسي. اذا على بالك سيدتي كان هذا هو السؤال تاع البرنامج سقسيناك وشنو هي الكلمة المشهورة. يلا ان شاء الله يكون تكوني من الفائزات معنا في قراءة ان شاء الله اليوم ويكون من 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 نصيبك جائزة من الجوائز المهداة. قاعدين تابعتنا على اللايف في الفيسبوك وشكرا لك على الاتصال. تحيتنا للعائله جاس. نرجع اليك من جديد يوتيوبرز الشهيره الجزائريه هكا باللغه العربيه. يا راضيه اعطينا الكيستيون. يا راضيه يا راضيه شكرا لك. اعطونا كونترول بليز لي فوتو اللي وجدناهم لك. نعطوك مجموعه من الصور ديري لنا لايك ولا ديزلايك واعطينا تعليق صغير عليه. عندنا الاولى عايدة عبابسه لايك ولا ديزلايك؟ هذه ديزلايك. كنتي موتها ردي داك تاعها تحطي ديسلايك. لا لا حطيت لايك نحبها لي جونتي. علاش كنتي من قبل ما تلاقيتيش بها واول كونتاكت ديالك كان في ميسارة؟ اول كونتاكت بون تلاقيت بها في الجنايت هو ما فوزي لا كيسيون. زعفت عليها باسكو لا كيسيون سي نورمالمون ما تفوزيش هاد لا كيسيون باسكو هي ما كانش على بالها ديرنيير مينوت حطوها دونك ال سافي با دوكو جي كومبري بليك ماشي هي ماشي بدنبها. صح تحبيها؟ سامحتها نحبها ويا الماريان فيها ما فا في دمال. يلا صورة لي مولا. يلا صورة أخرى. عطونا صورة أخرى. أميرة ريا. جي با فريمون بوكو دافينيتي معاها مي ما نحبها ما نكرهاش. ماشي كنتو صحابات؟ نو 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 با فريمون صحابات اون سكوني اوتو. ني لايك ني ديسلايك. كيف في لي زيفانمون؟ ني لايك ني ديسلايك. لا لا لايك ولا ديسلايك؟
جوي ميتر لايك الوغ. فاش داخله هذه؟ داخله في الدبلوماسيه تما غاطونس الاجتماعي. لا 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 انا ما نحبش جام بافور دي زالمي، ما عنديش واحد شغل نكره ولا ما نحبوش، ما نتلاقاش بها بزاف امالية، مي جي با بروبليم، زعما مانيش نسالها لها ولا دارت لي حاجه ماشي مليحه. هذه عجبتني تاع نسالها لها، على كاين سالوها لبعضاكم بيان سور، كاين بزاف هذيك تسالك وهذيك تسالك، مي جي با بروبليم. خليو الحمد لله. فيما بيناتهم كيفاش زعما وشنو هو المشكل اللي يجمعهم؟ المشكل اللي يجمعهم هو لي مارك، يا بوكو دو مارك اللي بيناتهم، دوكو فوالا هذيك عندها لو مارشي، الاخرى ما تبداش اوتوماتيكمون، دوكو يا اون جالوزي اونتر. سامعوني ساي دو فير اون سو دو سا ماشي راهي كوميرس كبير. شكون تشوفي انها هي المنافسه رقم واحد ليك جاس ديزا؟ ما عنديش منافسه، نحس روحي فريمون ديفيرونت على كاع واش كاين في الجزائر. عطيني الخده الزرقاء، انا عطيني الخده اليوم اشتاق للخده الزرقاء. فريمون جو مي سون ديفيرونت، ما نشبه لحتى واحده، ما نسيش كاع نقرب نشبه لاي واحد، نحب نكون انا عندي شغل نكون البصمه تاعي الخاصه. اوكي عطونا صوره اخرى. Inès Abdelli, je l'adore, elle est adorable, Ahibarek. Et puis vraiment, je trouve qu'elle a réussi, mais les bdates et tout, ils aiment beaucoup. C'est un important sujet, Mohamed, Jidan. Vous t'avez Inès Abdelli, qui a لي تاكسي نورمال كي تلاقى مع لي انفلونسور يطاق، ما عندي حتى شعور. عادي ما وصاوني قالوا لي كون جونتي معاها. وانت واش يكون شعورك؟ نعاود نسالك نفس السؤال، واش يكون شعورك كي نطاقيك؟ واش كيطاقيني انت؟ يطلعوا لك لي زابوني. يموت بالفرح، الفرحه يموت. كيما يكونوش عندنا لي زابوني، عندنا مشاهدين. عندنا مشاهدين يشاهدونا على عندنا 42 مليون. بصح نحب لي زابوني رياض، تحبهم. حب كي يطلعوا لي لي زابوني، حب ما يحبهمش. صح انا للجمهور الحقيقي هو اكثر حاجه. على صورة اخرى، اخرى عطونا كنترول. مازي مازي جلام بيان، مازي لي تري جونتي، جو لو كوني هكا في لي ريزو ولا في لي زيفانمون تلاقى به بزاف، لي سوبر جونتي. مازي ما عرفتكش ديري معاه كاش كليب؟ ما عرفتش عليك التجربه. سي سي قال لي ديري ان كليب، مي جيتي با جو بوفي با، انا ليكيب جام با. تلاقيتو يا مات؟ وين تلاقينا في لي زيفانمون ولا في حديث على انه كاين مشروع. اشاك فوا نتلاقى مع انفلونسور راجل كساسوا في لي زيفانمون ولا في اي حاجه يقولوا حتزوج به، ما كانش واحد صورت به ما قالوش حتزوج به. رفضت الكليب ولا الزواج؟ لا لا فت الكليب باسكو مون بير ما يحبش الكليب، قال لي غير الكليب. لا لا دوكو جو مسوي جي با، ما دخلتش في الكليب. يعني هذه رغبه، هذه انا ما دخلتش حتى كليب، ماشي غير هو. الاطلالات الاخرى ولا غوفيزي الكليب، زعما واش الفرق بين الكليب؟ باسكو هو قال لي ما نحبش الكليب، فيهم الغناش تاع حد اطلالات نورمال في لا تيلي ولا بور هو هكا سي سون شوا اي بي جو ريسبكت. تخبي يعني دائما جاس متعلقه بالعائله ديالها، تاخذ النصائح تاع الوالدين ديالها. اي حاجه نديرها. وتحياتنا للام ديالك اللي راهي تحياتنا تحياتنا ليها. شكون هو الشخص اللي لو كان يعطيك نصيحه ما تديريش عليها، تقولي باللي هذا النصيحه تاعو هي بمثابه وكانه رماني من الطياره؟ كي نشوف النصيحه ما توالمنيش ولا ماشي بالنسبه ليا. ما كانش شخص هكا باين شغل قد ما تنصحني ما نسمعلكش انت كاع؟ نو ما كانش. ما كانش كاع. صح. نقول لك جاس، واش تعلمتي من تجارب الحرب الالكترونيه بين لي زانفلونسوز؟ تعلمت بلي كيفو ريستي فريمون شغل جونتي افيك تو الموند وماشي بروش دو تو الموند. با ايبوكريت. با ايبوكريت، فو ريستي فريمون على ليكارت، ماشي فو با ترو تدخلي معاهم، باسكو لو كان تدخلي معاهم حيكونوا خلافات، دونك دو بريفيرونس واحد يقعد من البعيد مليح. سلام سلام. هذا شكون هو اكثر انفلونسور ولا انفلونسوس تخافي توقعي في خلاف معاه؟ باسكو عن بالك باللي ما نخاف، ما ندنا ما نخاف، واحد يقعد بعيد كيما قالوا شغل ما يدنا ما يجيه المشاكل. صح معليش قولي لي الانفلونسور ولا اتس كوم سا جوست. صح معليش انا دوكا تعطيني اسم دبري راسك خيري. يحبوا ما احنا ما نزعفوش الناس، ولكن معليش انه يتسمى الاسم. اعطيني انفلونسوس اللي تشوفيها مؤثرة بزاف مواقع التواصل الاجتماعي. انا نشوف روحي برك. ما نقدرش نشوف بعد الفقرة. عندنا اسم واحد اخر كونترول في الفقرة هذه. عندنا صورة واحدة أخرى مازال. أنا نشكر روحي برك، نضمن غير في روحي كما يقولوا. يلا عندنا مروان قروابي. مروان قروابي ني لايك ني ديسلايك. لا لا لازم لايك ولا ديسلايك. لايك ولا ديسلايك.
ديسلايك واو اول ديسلايك في البرنامج باسكو جي با جو سي با ما نتبعوش صح كنتوا تطلعوا في دي لايف تلاقينا اون فوا في ان ايفينمون دو بيس طلعتوا في لايف خطره طلعنا في لايف لايف وي اون فوا صافي لون اللي كان يشوف لي ستوري تاع مروان قروابي يشوف انه في كل يعني الخرجات تاعو الاخيره ولا يكلاشي لي انفلونسوز و لي يوتيوبرز سي بور سا جي مي ان ديسلايك باسكو واحد اللي يكون يضحك ولا دو بريفيرونس يدير حكايه يضحك بها ماشي يضحك بالناس انا قلت لك وعلاش ما خليتنيش نكمل ولينا نشوفوه انه يهضر بزاف على لي يوتيوبرز وبالضبط على جاس دي زاد وهو اللي كان اختار على هذيك تاع هلا وشوفوا مع من راني اه وعلاش طقطق انت يا جاس واش كاينه انا كان في حكايه اون فيت ما قاليش باللي عليك وكونطرا تلاقيت به على بالهم باللي عليك جاس نعم تلاقيت به ابخي قال بالك شوفوا مع من راسي كاع ولاو يديروها دونك اون سي با علي من فيكو كاع لي انفلونسور ولاو يقولوها نعم ماشي انا الاولى كانوا ثلاثه الاولين اللي داروها دونك جو سي با لاكيت تلاقيت به سقسيتو قلت له اون فيت شغل تو فيس كي قال لي جو فيس كامل لي انفلونسور ماشي وحده سبيسيالمون ما جام با سكيل في كي يهضر بزاف على لي انفلونسور وبزاف كثر على شاك فوا لا ميم شوز دونك ماشي نحس روحي فيزي مي جام با واحد انا فوق ما يضحك يضحك كل يوم كاين جديد ماشي دائما لا ميم شوز لا ميم شوز وشنو هي اكثر حاجه دارها مروان قروابي خاصتك ما يقيسنيش كامل ما يقيسنيش باسكو يضحك دونك ما كاش عاش يقيسني هو راه يديرها بوغ ليمو ما جا با سون ليمو انت كيكون يضحك انت تضحكي دقيقه رياض واش قالت لك جام با جام با سون ليمو فوالا باسكو يضحك بلي انفلونسوز اي ا شاك فوا سي لا ميم شوز اسكو كانت هذه النظره تاعك مقبل ولا غير دوكا نو كي ولا يدير هكا جي با ايمي دوكو جو مي سي ديزابوني ما كيقاسك فوالا ايوا ماشي قاسني لا لا ماشي كيقاسني كيقاس كامل لي انفلونسوز ما نحش واحد يجرح الناس على شاك فوا سي با بيان انا ما يجرحنيش خصوصا باسكو نعرف روحي واش نسوى ما ابخي بالك كاين دوت لي مساكن شغل جو سي با كاين كيما يقول لهم طلاب يقول لهم سي با بيان كاين وحده بالك ما عندهاش كاين وحده فقيره بالك تسترزق من هذا الشيء دونك سي با بيان واحد يضحك بالفقر ولا سا جام با دو تو كنا شفنا مع هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش جوستو يوتيوبرز هذيك ام اروى جو كخوا اللي كانت بزاف مؤخرا اتقاست وانا كنت معاها جوست تنمر على ما خاطرش وعاونتها بزاف انا وعاونوها كامل داير باسكو علاش كانوا الناس يروحوا ليها ويعايروها بالفقر اي سكيل فيه هو ولا يونا بلان دوت اللي يديروا مع اليوتيوبرز بداو يقولوا لهم طلابوز اي تو اي تخوف سا با بيان باسكو بالك كاين صح دي يوتيوبرز ما عندهمش ويسترزقوا من هذا الشيء ما لازمش واحد يضحك عليهم بالك تقيسهم هذوك الناس انا الحمد لله فتح الاخرين يغيدوني دونك جام با واحد يلتوش الفقر خبيا كونترول اذا كانت في صوره اخرى ماشي صوره نروحوا نعاودوا الاسئله يلا جاس قولي لي شكون صديقتك المقربه من لي انفلونسوز ما عنديش صديقه فريمون ولا 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 لا لا نتفاهم معاهم كامل اون فيت لا لا اعطيني وحده فروش عادي انا من الاعلاميين عندي شكون اللي قرب لي عندي سميه رياض محمد عندي قرب اسمع عندي بزاف قرب عندي الوغ موني بوعلام باغ اكزومبل بون ايناس عبد اللي بيان سي ما بوتيت شيري نموت عليها ايناس عبد اللي شكون ثاني كيونا تيلمون يونا لي دو جومال ساره ونعيمه كاين ثاني انت يا ياسمين نحبك بزاف عندي بزاف شي ان غرو نوم امينه كركود مش حابه ننسى كالكوزين دونك لو كان نعطيك انت ياك شغل نحطك هكا باش تنصبي لي ديري لي زعما هكاك شغل ترتيب عندك اميره ريا شكون اللي تحطيها قدامها لا ما نحطش بالترتيب انا علاش تبعيني اميره ريا زعما انا نخيرو عندك اميره ريا شكون نحط معاها نقول لك علاش ما نحطش باسكو سي با لو نومبر دابوني اللي يديروا به الترتيب لا 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 يهضر اون جينيرال جو سي با بالك دوك انا تقول لي رياض بن عمر بالك نحط قدامه جو سي با نخير انا اسم لا بوغ ما كل وحده عندها اسم معليش عطيني اسم هكا انفلونسوز نحطو قدام ما نحطش قدام ما نحطش باسكو بوغ ما كل وحده عندها ساتوش بيرسونال كل وحده مختصه في حاجه كاينه وحده فاشن كاينه وحده ماذا بيا تجاوبين ما نحطش ما نحطش خلاص نجوز لك السؤال واحد اخر بدل السؤال بالسيف عليك لو كان جالك انسان وقال لك بالسيف عليك تختاري اما تكوني اميره ريا ولا تكوني نوريه نكون انا جاست دي زيد نو 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 لا اختاري لي اسم لا لا ما نختار لا لازم تختار ما نختار جام با رونتري في لي ديتاي تاع لي انفلونسوز ما نحبش كاع ندخل ني في خلاف معاهم ني نهضر عليهم لا لا بوغ ما لي دو سي دي انفلونسوز اي جو ريسبكت كل وحده وخدمتها ني بلوس ني اها تخي بيان يلا جاست نروحوا على صورك اللي تنشريها على صفحتك الخاصه البروفايل اللي كامل تعليقات على الفوتوشوب اللي فيها كثير يلقاو لك يزوميو لك يلا دارت منها داروها لي خطره ولا زوج نهار les swords quand c'est un photographe automatiquement il fait du photoshop c'est normal pour rendre la photo plus belle ou là يكون الاخ يلي يروح يشوفوا لي ديتاي دي ديتاي اي فوا سي لوغ شوا انا بوغ ما نحترم الراي الخاص تاع لي زابوني ولا تاع لي باج نحترم علاش انت يا جاس كيت تبيبلي لي فوتو ديري لهم فوتوشوب
Non, 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 elle a machine, il a une photographie fait, il fait. Sinon, je ne touche pas les photos, je ne sais même pas comment le faire. Donc, خاطيني هذا الحال. وكيف كان ردك على الصفحات اللي كانت بزاف يعني؟ اه ما نسمعش كاع عندي الرحيم كامل. ما نعمرش انا ما نعمرش كاع راسي. في و نيكست. ما يقيسوكش كامل. ما يقيسونيش باسكو كي بديت في هذا لو دومين جو مو سوي دي لازم نوجد روحي حيكون حرب. اوتوماتيكمون كل واحد عند كل واحد ناجح عنده اعداء ناجح اي ما جاكسبتو صادو. صح شفناك جاس انه مرات تفتحي ستوري ديالك تبكي مرات تبكي في مواقع التواصل الاجتماعي تقولي لهم راني كدا راني كدا تحكي لهم اي حاجه عندك علاش تسمي دراما يقولوا يعيطوا لها دراما يعني. لا لا انا كي نكون ماشي مليحه نروح لهم كي نكون مليحه نروح لهم ديفا نحكم لي ستوري اي سا مي سولاج فريمون كي نكون معاهم باسكو ديفا ينصحوني سي كوم ا دوزيام فاني كي ما تكونيش مليحه تغيبيهم بيان سور كنغيدهم ويتعاطفوا معايا ويجاوبوني ويوقفوا معايا اي سا مي في بليزير سا مي سولاج غراف بصح هذا بالك يرجع لي انه السؤال اللي كنت سالته لك من قبل اصدقاء ما عندكش عندي اصدقاء وعلاش ما تحكيش مع الاصدقاء قلتي لي قلت لك صديقات في مواقع التواصل الاجتماعي قلتي لي لا ما عنديش لا كلهم لا ماشي ما عنديش وحده بزاف بروش كامل فور ما جو سوي بروش ديل مي ما عنديش وحده لي تو لي جور جو سوي افيك ال نو انا عندي اصدقائي واحد اخرين خارج مواقع التواصل الاجتماعي اللي نكون معاهم ما بعاد على لو دومين بعاد على لو دومين جو تروف كو سي ميو باسكو لي زامي تاع لو دومين كي تو تابروش ترو توقع اون جالوزي يوقعوا دي بروبليم كيما وقع مع لا بليبار دي انفلونسور دونك الحاجه اللي استنتجتها هي انه لازم واحد يقعد من البعيد باش يكون مليح مع كاع الناس ما يقرب بزاف ما يصاروا له مشاكل انا هكا كنت حابه تدخلي لمجال التمثيل مؤخرا دخلت في مجال التمثيل ومازال عندي تجربه مع الحاج الاخضر مع الحاج الاخضر تحيه وزوجة ديالو Exactement. كيفاش كانت التجربه هذه؟ كانت تجربه مليحه عجبتني بزاف اي بي دوبي جو مو سوي انتريسي للتمثيل سورتو كوميدي وهذا العام ان شاء الله حتكون دراما ثاني دونك صح معليش كاين لي تابو ولا المشاكل في مواقع التواصل الاجتماعي انت راكي تهنيتي منها ولكن المشاكل لحقاتك حتى في مجال التمثيل بدون ذكر يعني العمل اللي كنتي اقصيتي منه وبدون ذكر القناه بدون ذكر القناه اقصيت ما اقصيتش جامي انا ما قبلت انا رفضت سي فغي رفضت كلكو ستادير عطاوني ادوار اللي ما عجبونيش اللي نقدر نقول لكم مالك ميم دارنا كي قلت لهم هذا الدور قالوا لي لا لا نحبك تقعد دور تاع بون لا بروميير فاس سيتي دراما الدور تاع سكريتير اللي منا لا في دي كلكو سان اللي ما هدرت عليهم لدارنا ما حبوش دوزيام فا عطاوني ان رول وقالوا لي تخدمي سون كونترا جي با اكسبتي دو ترافاي سون كونترا قالوا لي باش تباني قلت لهم نوني باينه الحمد لله هنا مادا بيا نخدم الكونترا نكون بروتيجي دونك هادو هما الدور الثاني اللي ما قبلتوش على جال الكونترا لعبت زوج حاجات واحد اخرين وما جازوش حبسنا في النص بوغ هذا رمضان كتي بريفي مي على جال كورونا حبست مي ان شاء الله عندي دو بروجي اللي حيبداو ان شاء الله في سبتمبر جاتو تيك توك J'aime bien, ça m'amuse, نضحك et tout. J'adore l'application TikTok. كيف كدير كيما بيونا في تيك توك؟ كيف كيما بيونا جادور؟ فنانة، يعني عندها ميتين، أنتوما مجالكم. يعني باش يكون صريح أنه مواقع التواصل الاجتماعي مجالكم وصطادكم كيما نقولوا. الفنانات اللي عندها عمل، عندها مغنية هي وتروح على التيك توك. ولا حتى ممثلة. بور موا الفنانات اللي دير تيك توك سي سون شوا ما نقدرش ندخل فيها بالك سلام بالك تحب تضحك تحب جو سي با انا ان توكا جام بوكو كي نحب نضحك ولا نروح ندير فيديو تاع بيونا اي تو جو ماميوز ما يقول لك تيك توك راهم دايرينو شغل الدراري الصغار بصح كاع دايرينو ما كانش فنان ما دخلش في التيك توك لا بلي بار تاع لي انفلونسور راحوا التيك توك لا لا لي انفلونسور خليهم لي كوتي باسكو هذاك يعني الشيء تاعهم ولكن راح نعاودوا نولوا لهذه النقطه ولكن مازال راضيه يلا كملي جاس انه هذا العمل ديالهم فوالا دي انفلونسوس كي تفتح تيك توك ولا تفتح نيمبورت كال ابليكاسيون يعني هذا الشيء عملها وتنشرها في اسمها عفوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الفنان اللي عنده كليب يشوفوه بعد يشوفوه بهيئه واحده اخرى في التيك توك لا ما على بالي ما نتبعش هاد اللي هما يديروا لي كليب هما يديروا تيك توك جو سي با جي با دي ايدي سور سا مي انا سا مي ديرونج با فيك انا عندي تيك توك شو با كريتيكي لي زوتر جامي شديتي كاش دون ذكر الفنانات اني شفتي فيديو هكذا تاع فنانه بدون ذكر اسمها باش ما نحرجوا حتى واحد قلتي يعني لو كان خير ما هبطتش هكذا النيفو دارت فيديو لا 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 جو تخوف بليك عفسه تضحك تيك توك دونك دوكو سا مي ديرونج با الفنانات عجبوك في تيك توك ما نتبعهمش كامل سي سا التخيك دونك انا اللي شفتهم ضحكوني جاست دي زاد سؤال بسيط وأود أن تكون إجابته صريحة آخر شخص ولا من لي زانفلونسور ولا من لي زارتيست رياضة 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 ادخل عليا يبغى لي زانفلونسور هم يقولوا لنا فقط نقعدوا شد السؤال ديالك هم يقولوا لنا في الكونترول ناخذوا فاصل إشهاري ونرجعوا فاصل ونرجعوا
في اخر البرنامج راح يكون من نصيبكم جوائز كل اللي اتصلوا بينا. رياض جاي لسؤالي اللي قلبي كان يحرق باش تسمع اجابته. حابب نعرف اعطيني اسم اخر انفلونسور ولا ارتست ديزابونيك واخر انفلونسور ولا انفلونسوز ولا ارتست ديزابونيتيه ولا ديزابونيتيه. لا من عشقني ديزابوني شكون ديزابوني. ما عندكش لابليكاسيون هذه؟ انا على بال انا هدي على بالي باللي عندها وتضل تعيس او ابوناني او ديزابوني. معليش اعطيني اخر واحد ديزابوني. والله ما على بالي جو سي با انا باش كون هو اخر مي انا ما نعش كون ديزابوني. ميكرو ميكرو جاسكي على بالك من الصباح كي تهضري كونطر ولا ما يقول لنا ما نعش اون فات شكون ديزابوني شكون ما ديزابونيش. اللي حبي يتبعني مرحبا اهلا وسهلا. اللي ما حبش يتبعني الباب تفوت جمل. كيفاش يعني من الغير طبيعي انه انت تكوني متابعته وهو ماشي متابعك يعني فيها؟ لا لا لو كان زعما ديك انا ما نتبعش بزاف نشوف لي ستوري يجوز واذا ما زعما ديك ستوري لا كومباريزون تحت عنده لقيته ماشي مابوني ولا كنت مابونيا جو ديزابون. هذا ما كان نو تاع الاولين اللي يخرجوا لي اون جينيرال باسكو جي با طون كون لاتيه بزاف. انا ما عنديش غير انستغرام في حياتي عندي حياه ثانيه واحده اخرى. عندها اليوتيوب وعندها حياه. لا لا عندي مون انستيتيو دو بوتي اون بليس عندي حياه عندي ما فامي ولي ريزو سوسيو بيان سور مي ماشي هذيك هي كاع حياتي. صح حياتك من برا مواقع التواصل الاجتماعي من غير العمل مع البيت مع الوالده ديالك والوالد و وي افيك ما فامي اي تو سي فري كو ما يقولوا لي طول طون جبتي راحك بزاف راكي طول طون في التليفون اي تو اي تو مبداو يوالفوا سا دوفيان اون ابيتود شغل والفوني طول طون في التليفون. دايوغ انا مي زامي هما اللي مغبخوش ترو داتر في التليفون تاعي كي نتلاقى بهم ولا اي تو يقولوا لي كي دايما في التليفون تلقيه بروفيت جو مومون اي تو مي جيساي دو بروفيتي لو ماكسيموم. صح معليش كاين واحد ستوري كنتي حطيتيها على صفحتك ورحتي لواحد الصال دي فات وكنتي قلتي كاع بعثوا لك قالوا لك جاز دي زاد راح تتزوج اسكو صح هذا الخبر زواجك ولا خطوبتك ولا لا؟ اي جو بريفير نو با بارلي في هذا الموضوع تاع البيرسونيل جو بريفير. كيفاش حياتك قاعده تقاسميها مع لي فاني لا لا بصح على بالهم بلي هذه حاجه برك مادا بيان نخليها لهم سيربريز وفوالا ميم تاعها تعرف تعرفوا بيانتو ان شاء الله. شفيفر انا بابا كيفاش يهبط يقول لي كوبير ولي كيفاش وما دعبك ما ديريش لينا لنا نوريا ياسمين. انا ماني زعفان باسكو ما حبيت تعطينا ولا تصريح ولا اسم ولا جواب ولا يحب لي سكوب. ما عنديش تصريحات انا بلا غير سي ديرني طون ديسيديت عفسه نقعد بعيده على كلش ونخدم خدمتي ولا تيا بروحي وهذيك هي احسن حاجه باش ينجح. صح معليش قعدتي بعيده بصح عينك كانت على كل شيء ما تقولي ليش ما على باليش على بالي بكلش. بيان سور على بالي. صح معليش كيفاش شفتي المستوى تاع الرد مدونات مواقع التواصل الاجتماعي بيناتهم مستوى تاع الرد؟ انا هذا المستوى اللي ما نحبوش نحسو رديء جدا كي يضربوا دي زانفلونسور. هذا يحب يحب جام با كي يضربوا لي زانفلونسور بيناتهم اوليو دو كون ترفدوا تشوفي في الخارج كيفاش يترفدوا لي يوتيوبرز ولا لي زانفلونسور صدق بيناتهم توجور راهم هنا هذيك التعاون في هذا ماشي جات غير في التاك في كلش يترافدوا مع بعضهم ترى بروبليم هذيك يوقفوا كامل معاها. هنا تلقاي تزيريه مع تزيريه وكان تزيريه مع وحده من الخارج ولا غير معليش مقبوله بصح تزيريه مع تزيريه يضربوا قدام الجمهور والعالم كاع يشوف عليهم هذه ماشي مقبوله. وتعلم من ديفوندي كي تلقاها هكا زوج متشابكين من انا ما ديفونديش نقعد نجبد روحي نقعد توجور غوتيري ما ديريش الخير انت مؤثرة. انا لا لا ما ندخلش روحي نورمال التاثير تاعك. انا ديجا لي زابوني تاعي واش يقول لي تعجبينا باسكو خاطيك جبده روحك على المساك. يعني نهضروا مؤخرا اذا ما كانتش مقبل وكنت قلتي لي مستوى رديء الشيء اللي كان صرا سهيلة بالشهب كنت حطيتي بوست ولا ما حطيتيش؟ لا لا ما كنتش معاهم هذيك الضربه كنت مازال ما بديتش في لي غير. لا 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 هذا الاخير هذا تاع العنصريه ما دخلتش روحي قعدت بعيده جي في ما حبيتش انا ما نحبش والله ما نحب ندخل روحي. علاش انت مؤثره نورمالمون نورمالمون ما جاتش على لي زانفلونسور كلمة مؤثرة كلمة بليتو كي تكون قضية خلاص خرجت للرأي العام وكيما تاع سهيلة خرجت من الخريطة ما نقدرش تاع سهيلة ما نقدرش لا انه تكوني معاها يعني الكل كان دول. شوفي انا ما نكوني معاها ني كونتخ قال هي دارت هذه الحاجة على سيم توت سيل ما نكونش ما بلاش اسكا لي جوست ولا انا لا لا ما على بالي في قلبي فتح جامع نمد راي نخليه ليا لا لا والله غير الدور تاع لي زانفلونسور هو هذا يعني هذا هو توقفي مع ولادك انا مؤثرة انا نقدر نقول لك انا ديجا بومون اثر مع ميزابوني مع ميزامور اللي نحبهم بصح باش نروح ندخل في اون انفلونسوز اللي قالت حاجه وندخل واش قالت ولا ديك دارتها مليحه ماشي مليحه ديجا جام با لو فات اللي هي دات وروحوا هذاك ضدها وهذاك يعني باختصار جاس حاطه البروفايل ديالها انه جاس
pub برك. لا لا ما عندها او كونترير ما نديرش كامل بزاف لي بوب اي جو شوازي لي بوب ماشي نيمبورت كال بوب اي او كونترير دي فوا ندير لي بوب ولا راك تقولي لي ما تدخليش في هاد المواضيع تاع نقصر معاهم جو بارطاجا لي بوب كلش هادي سي كوا سي اون بوب يعني اشهار لا ماشي غير اشهارات على كلش ماشي غير المنتوجات على حياتي على كلش نقدر وهذا واش يسمو بين قوسين اشهار ماشي دائما اشهار دي فوا سي غراتي اون اي با توجور بايي بور سا لا لا الاشهار مش كلمه اشهار في اللغه العربيه اشهار يشهروا معناتها انه يقدم شي لا لا صح انا ما نحبش ندخل مع لي زانفلونسرز مادا بيان نقعد معاهم امي كو انمي انا جو بريبار رياض رياض في الكونترول ما يقولون انه ما بقاش بزاف ما نروح انا للشاب حسين نروح نشوف واش داير الشاب حسين قاي معانا تفضل قريب ديت له الميكروفون نسيت بلي داير الميكرو شاف حسين تعال انا حنا عباك بلي اليوم نسيناك بزاف احكي لي حبيبي واش درت لنا اليوم او كلش قدامك هكذا تشوف باش نبداو نبداو بلي صالي بون لي صالي كيما درنا مع ثلاث انواع هكذا درنا هذه بلا طوماط وفروماج هذا درنا بالفروماج ومن من فوق درنا الفروماج هذاك يجي طخيني وهنا درنا ثاني بالفروماج وشنو زينا بالزيتون وزيتون خضر وكحل هذا وشنو؟ هادو لي فروي اللي قعدوا لي مع لي كلام هادو درت بهم لي فيرين يعني كي تقعد حاجة ونرجي تغيها يعني دائما كونسومي الحاجة هادو ما درتهم دي طاخت وشوكولا باش سيدي بركة هادو وي سيدي طاخت هادو هادو بالفروي هادو شوكولا هادوك بلا بلا كلام فلاش وهادو قلنا بلا كريم تاع ريزاني درنا جو تاعو ما باش دقتو لا عجبك ولا ما عجبكش بنين بزاف الحمد لله هذه تاع هذه تاع لاكريم صالي ولا سكري لا لا سكري 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 داكور سكري درناها الكوتي هذا والصالي من هذه الجهه الفاي بي سي هذا واي بي سي يمشي هذا في صالي ويمشي ميم سكري هذا يقدروا ما نخدموا به يقدروا ما نخدموا به حلوى ثاني يجي بزاف عايد انت دائما تاكل كل خطره يديروا لك لي غير معليش علاش اليوم حشم واسمو ياكل هو الاول وما يضيفش ياكل وما يش وما يسمعش يعجبك الحال خلاص راح بالله يقول لك علاش ما يسمعش شنو غيور اكيد لا 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 غيري غير ديجا كونفيرم ما نغيرش باش نبين لكم يا مشاهدينا باللي ما غيرش انا الحين نمدوا دوكا هدايا للمتصلين ونبداو الصح تاعنا ياسمين يعطيك الصحه شيف حسين شكرا شكرا لك شيف حسين نبداو الصح تاعنا اللي كانت شاركت معنا البارح واليوم اسمها راهو هنايا في اوراق جهزهم فريق الاعداد نبداو جاست على جاست لا يوتيوبرز لا بلو يلا راح يكون اول هديه ميكرو ميكرو جاست يلا اول فائزه الوغ لويزا من بومرداس مبروك عليك لويزا من بومرداس راك ربحتي عليا تربح معانا هاتف هاتف نقال الفا من ايريس مهدا انا ما نديش الميكوات خويا كنت ترى ميكوات انا الميكوات دوك ما نحددش الميكوات السحريه والعجيبه خيره من شلب الف مبروك عليك خيره ميكوات من ايريس اعطينا للشاف كذلك حسين تفضل راح يكون الباكس واليس المهدى كذلك منال من البليده مبروك عليك منال هاي نزيدو نعطو الجاس انا مازال ما رفدتش ما رفدتيش راه نزيدو باكس واليس ثاني لا لا نكملوا الجوائز ديالنا ديغما كول فاطمه من نعامه خديتي قسيمه شراء بقيمه 5000 دينار جزائري مش دراهم راح تاخذيهم منتوجات من عند ديغما كول لانه الكل راهو يتابعونا يقولوا لنا ما عطيتوناش دراهم لا تاخذوا بون داشا من عند ديغما كول هو عباره عن منتوجات بقيمه 5000 تشرو بهم واش راكم حابين مي من لي برودوي تاعهم طارت الوغ جاز زيدي خيرنا اسم واش عندنا قولي لي مانيش نسمع كذلك عباءة من ساجدة هذه عباية كي تلبسيها طاقيني وردة من تلمسان وردة من تلمسان يلا مبروك عليك قبل ما نغلقوا المباشر ديالنا في الفيسبوك الناس يلا يلا طلعوا لانه الكومنت نعطوا لهم سؤال نعطوا لهم سؤال تاع مواقع التواصل الاجتماعي ما هو يلا ما اسم نادي ما هو النادي الذي يلعب فيه رياض محرز ما هو النادي اللي يلعب فيه رياض محرز بسرعه لا مامون تاعي لا مامون تاعي بعث لي ميساج قالت لي جاس بنت حبيبتي ما كان لها تهبلها روحي برك يلا نعاود السؤال للناس اللي هذا طاشا داير فيا واسمه هو لو كلوب اللي يلعب فيه رياض محرز هيا اول مجيب معنا راح يكون هو الفائز يلا مازال نستناو اجروا 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 شكون هو وشنو هو لو كلوب؟ مازال رياض الجوائز مازال نظارات الام ومازال اقامه في فندق الزول. يلا نظارات عندنا محمد موح ويقول لك مانشستر سيتي. يلا مانشستر سيتي هو الفريق اللي يلعب فيه رياض محرز مبروك عليك. رياض اصبر فقط باش نفهم الناس انه هذا تاع الفيسبوك راح ياخذ نظارات من عند الام هاتف. لا نظار هاتف.
يلا مبروك عليك الهاتف صحيح. الهاتف محمد موح راح يقولوا هاتف مبروك عليكم. فاطمة من الحراش راح تاخذ نظارات آلام كما هادو تشكيلة كبيرة راح يكون من اختيارك. نروح نزيدوا الاخر جائزة طبعا مخطب اللي قالها ما يعيطوا قاعد يربحوا من عند جاس اقامة في فندق الزول. يلا اختاري. زهرة من شلف. زهرة لابوني تاعك واسمها جوستو ما حبيت نعرف اسمها لابوني تاعك ما قالت الاسم قلت لا قالت الاسم انا ما سمعتوش. يلا زهرة من شلف مبروك عليك اقامة للشخصين في فندق الزول ليوم كامل تستمتعي به بالبحر والهواء الرائع وتجي لا تيغاس هذه نو ماما خلاصو يلا خلاص يلا خلاص. قال لك الفيسبوك داو تليفون ونزيدوا لهم سؤال واحد اخر. نزيدوا لهم يلا ما هي المدينه اللي تتسمى بألف قبه وقبه؟ فريق الاعداد يقول لي ما هي المدينه اللي تتسمى بألف قبه وقبه؟ اول مجيب لانه البارح ما خديناش واليوم ناخذوا. فريق الاعداد ليكيب سؤال سهل. مدينه جزائريه تسمى بألف قبه وقبه. اللي يربح تليفون لا النظارات من عند يربح نظارات معنا. كاع رانا نستناو فيكم. يلا ما هي المدينة اللي تتسمى بألف قبة وقبة؟ مدينة صحراوية، مدينة التراث، مدينة الفنان المناعي، مدينة الوادي روز سرور. راهي تقول الوادي. ألف مبروك. يلا غوز صغور سرور. غوز سرور مبروك عليك النظارات من عند آلام راح تستلميهم وتجي عندنا لقناة الشروق باش تستلمي الجائزة ديالك. عفوا نرجع لك جاس الوقت فات بسرعة كنا حابين انه تقعدي معنا اكثر ولكن عم يقولوا لنا انه كنا حابين نهبلوك اكثر. هبلني ريان جاس كلمة اخيرة للناس اللي كانت شاركت. ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون والناس اللي شاركوا اللي عم يشوفوا نقول لكم بلي كنحبكم بزاف وغيستي توجور برونشي معايا اي بي فوالا نسيي نمد لكم توجور توجور نمد لكم الافضل اي فوالا دونك ميرسي دات بريزون اي لي شتوني. شكرا لك جاسم. يقولوا لي في غرفة الكنترول في اهداء اي حق ديديكاس برك المفاهيم عائلة. يلا تفضلي تفضلي جاس. ديديكاس الكامل ما فامي كوتي ماترنال اي باترنال اي سورتو مي زامي اي سورتو 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 مي زابوني اللي هما ما دوزيام فامي. شفتها في مسلسل الحوار قلت لكم جا يرحم باباكم لي زابوني تاعي طيحوا عنده في لي كومونتير واش دار لي خرجوها فيه سير بو فيه تحبوني. ما يصعبش عليك رياض كاين رياض يلا مشاهدينا اذا نعاود نرجع الكونترول زين حسن من نيور ثيلان اللي الزوجه الكريمه ديالو والاولاد زياد وفريال ورياض وريان يقدموا احلى تماني والتحايا للابن ديالهم يانيس اللي ربح البام مبروك عليه. ننتقل للطور الثانوي وكذلك الشاف بلاطو ديالنا عزيز اللي هذا هو ديديكاس ديالك اللي كنت طالبه وان شاء الله تكون العائله في الاستماع. شكرا لكم انتم اللي كنتوا صابرين معنا ورافقتونا في مواقع التواصل الاجتماعي على التلفزيون في كل لي بلاتفورم كامل. نشكر كذلك الشيف حسين اللي الله يبارك له خطر ينوي عنا صالي سكري باش ما يغضبناش ياك شكرا لك وموعدنا غدوه ان شاء الله. رياض انا حاب نشكر كل الفريق التقني فريق الاعداد والفريق الصحفي كذلك والدي جي عبدو وياني. شكرا لكم مشاهدينا انتم اللي كنتوا معنا طيله هذا الوقت. موعدنا يجدد معكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت ونفس القناه. شويه اخبار انتظرونا. سلام سلام.